بمناسبة إقرار مجلس الشورى لمشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017-2018 بعد إقراره من مجلس النواب، أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بالتعاون الوثيق والتشاور المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية اللذين أسهما بصورة مباشرة في إثراء مكونات الميزانية الجديدة وخروجها بأفضل صورة ممكنة رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدا سموه الحرص على أن يكون الحفاظ على حقوق المواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لذوي الدخل المتوسط والمحدود والشرائح الأكثر استحقاقا من ناحية أخرى هي أحد المحاور الأساسية التي استهدفتها السلطتان التنفيذية والتشريعية، منوها سموه إلى أن التشاور بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لا يتوقف عند هذا الحد بل سيمثل قاسما مشتركا في كل ما يتعلق بالسياسات والتدابير والبرامج ذات الطابع المالي.